أهلا بكم. هبدأ الحلقة بتقديم واجب العزاء. فقد الجنوب اليوم أحد قياداته الأمنية البارزة، العقيد عبد ربه المحرمي رئيس العمليات الأمنية المشتركة في العاصمة عدن. نتقدم بخالص العزاء إلى أسرته وإلى الجنوب كله. تتساقط الرجال يوم بعد يوم، لكن سيظل علم أو راية هذه القضية مرفوعة، هنسلمها واحد بعد واحد حتى إذا أبدنا كلنا. يعني خلوني أبدأ الحلقة بتذكير للقاء كان قام به الزميل الرائع خالد المفلحي على يوتيوب في برنامجه المميز جدا حديث الساعة، واللقاء أجري مع الأخ عبد العزيز المفلحي مستشار رئيس الجمهورية اليمنية في 21 يناير أول هذا العام، يعني نقدر نقول إنه من سنة تقريبا إلا أيام يعني. طب شوفوا كده الأخ عبد العزيز المفلحي إيش قال. سعادة المستشار، يعني هناك يعني قول بين الخفاء أن موارد النفط وآبار النفط الرئيسية مسجلة بأسماء أشخاص معينة أو قيادات معينة في مناطق النفوذ، وبالذات أنا أتكلم عن مناطق النفوذ في الشمال. ما صحة ذلك؟ هذا الشكر لله ثم الفخامة الرئيس عبد الرب منصور، هذه هو عند زيارتنا لحضرموت من اكتشف هذا الأمر وأطلعنا على الملف بأسماء العائلات التي تمتلك آبار نفط في حضرموت وفي شبوة، وبالتالي هذه حقيقة شئنا ما بينا. عشان كذا هؤلاء المفسدين سواء كانوا شماليين أم جنوبيين عندما الآن يزرعوا الفتن والقتال ويتجهوا بدل الاتجاه نحو صنعاء يتجه لك إلى شبوة وحضرموت وأبين ثم يريد الانتقال لعدن، ليس دفاعا عن شعبنا ولا عن وحدته ولا عن سلامة أراضيه ولا عن أمنه واستقراره ورفاهيته، بل خدمة لمصالحهم على دماء الفقراء من أبناء شعبنا من صعداء إلى المعرى. طبعا كنت نوهت عن هذا الفيديو في الأسبوع الماضي ولم نستعرضه، فبدأت به الحلقة عشان نشوف إن الكلام ده داير بقاله فترة. طيب أأكد لكم على هذا الكلام، شوفوا هذه التغريدة اللي بشكر عبد الرحمن إنه هو فتش عليها وطلعها لفضل محسن الشطيري. فضل يوم 7 نوفمبر في 2019 قال: للتذكير، كانت حكومة الفساد الشرعية تعلن أن كمية البترول الذي يتم استخراجه في كل من حضرموت وشبوة، خلي بالكم حضرموت وشبوة مع بعض، يعني الحكومة دي بتقول أن حضرموت وشبوة الاثنين بيطلعوا لنا 647 ألف برميل يوميا فقط. فضل الشطيري بيقول: والأيام القادمة ستكشف عن الإنتاج الحقيقي الذي سبق وكتبنا عنه، ويقدر بمليون وستمائة ألف برميل يوميا في حضرموت و 880 ألف برميل يوميا في شبوة، يعني بمجموع 2,480,000 حسب كلام فضل. وبيقول: هذا سر من أسرار تمسكهم في الجنوب. من سنتين ونشطائنا ومسؤولينا و قياديين وكله بيتكلم ومحدش بيسمع. طب انت بتتكلمي بايه عن الهبه الحضرميه؟ طبعا النهارده موريش غيره اعدلهم. هم مين البعدة اللي بيتكلموا على الهبه الحضرميه؟ خليني اخش لكم على خبر كان في 20 ديسمبر اللي فات، ده بيتكلم عن ان هيئه رئاسه المجلس الانتقالي، والخبر من موقع الانتقال الرسمي: الهيئة بتحذر من عواقب استخدام القوة في مواجهة المطالب المشروعة لأبناء حضرموت. والهيئة أكدت إن أي اعتداء على أبطال الهبة الحضرمية سيواجه بتصعيد كامل ليشمل كل محافظات الجنوب. والنبي لا أقولها تاني، في الاجتماع بتاع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي بعد ما اتكلموا وقالوا ودعوا وحذروا من عواقب استخدام القوة في مواجهة المطالب المشروعة لأبناء حضرموت، أكدوا على أن أي اعتداء
على أبطال الهبة الحضرمية سيواجه بتصعيد كامل ليشمل كل محافظات الجنوب، وطلبت في السياق بسرعة نقل القوات العسكرية اليمنية في مديريات الوادي والتي تزداد تصلبا وقمعا واستفزازا للمواطنين وصرامة ووحشية، لمواصلة حماية فساد القيادات العسكرية والسياسية الإخوانية في الشرعية اليمنية واستمرارها في نهب ثروات المحافظة وتوجيهها إلى الجبهات لمواجهة الأطماع الحوثية الفارسية. يعني خدوا بعضكم ولموا شماطركم زي ما بيقولوا وروحوا هناك عند الحوثي، لأن دي المفروض الحرب، مش هما بيقولوا لكل ما حد جنوبي يتكلم يقولوا مش وقته خلينا عندنا حرب الأول مع الحوثي، اتفضلوا اهي هناك هتعملوا زي. طبعا في فيديو مسخره بيتم تداوله يعني، بس الاهم عندنا الهبه. يعني انا على سبيل الدعابه لوزير الشباب والرياضه وهم في مطعم والحرده بتبكبك منها كده السلته، وفجاه شغلوا النشيد الوطني رددي أيتها الدنيا نشيده، وقاموا وهم واقفين والبكبكة من وصحابنا ما سكتوش. تحية للشاعر الجحربي قال لك رددي أيتها السلطة نشيدي، يعني حاجة مسخرة خلوا الناس تضحك عليهم وإحنا في بنتلطش في النص يعني. طيب عايزة في البداية أتوجه بالشكر لأسامة بن فايد اللي خصيني بفيديوهات من إخواننا من منطقة، طبعا من المناطق اللي عاملة نقاط شعبية في الهبة الحضرمية. كل الشكر والتقدير له، وكل الشكر والتقدير للإخوة اللي سجلوا هذه المقاطع مخصوص للبرنامج. وقبل ما أستعرض لكم هذه الفيديوهات الحصرية خلينا نشوف فيديو منصة صقور الجنوب قدمتها عشان تتكلم على المليونية التي دعا إليها الانتقالي لدعم الهبة الحضرمية، واللي هتكون في المكلة بإذن الله السبت اللي هو المفروض بكرة يعني. شوفوا طيب الفيديو تعالوا. بعض الأصوات شفتها على السوشيال ميديا زي تويتر وغيره وبداية مناكفات ملهاش أي لازمة ومش هتأثر الحقيقة. الموضوع الهبة الحضرمية المرة دي مختلف عن المرة اللي فاتت، ويمكن بعض الناس اللي حبوا أنهم يشككوا أو يسخفوا أو يقللوا أو هم من النوع المتشكك قال إيش هتفرق يعني الهبة دي عن الهبة اللي فاتت. فأنا سألت سؤال بريء من مذيعة بريئة، قلت له هي الهبة اللي فاتت كانت كام يوم؟ وصلت الرسالة؟ لذلك قلوبنا معهم، قلوبنا معكم، واستمروا إلى أن يأتيكم نصر الله بإذن الله لأنكم حق. الحاجة التانية اللي دخلوا وبيجودوا قوي زيادة، يعني إحنا بس عايزين نعرف إزاي نتكلم و يعني نحط الكلام فين امتى. فالانتقالي هو اللي دعا، والانتقالي او التاني يرد يقول لا احنا بتوع دولة حضرموت، ولا حد يسمع لولا حد، لان اللي طلع المواطن الحضرمي بمختلف التوجهات والاتجاهات والمشارب. لذلك بعد اللي استاءوا قالوا ازاي علم الجنوب مش موجود في الهبة الحضرمية؟ حضرتك
عشان ما يحصلش أي انقسامات، لأن في اختلاف وجهات نظر، حتى لو كانوا 5 تنفار وقدامهم 2000 نفر، أيا كان توجه ده إيه وتوجه دول إيه ودول إيه. إحنا في مرحلة دلوقتي لازم تبقوا إيد واحدة، فما تدوش فرص لحد يدخل في النص، لأن دي لعبتهم. الهبة دي قايمة عشان إيه؟ عشان حقوق حضرموت، تبقى عشان حقوق حضرموت. لو إحنا بنتكلم على قضية استقلال الدولة الجنوبية، وده موضوع هنطلع فيه بالدم وبالروح وبالعلم وبكل ما أوتينا، إنما إحنا دلوقتي بنتكلم على الهبة الحضرمية، يبقى على الهبة الحضرمية، وصوتنا يبقى واحد، وشعارنا واحد، والهاشتاج واحد، كلنا نبقى واحد. ده اللي هيخوف اللي إحنا بنستهدفهم بهذه الهبة، السرق والفاسدين، اللصوص، وأعداء القضية برضه. وأعتقد وطنيتي محدش يقدر يزايد عليها. أصل الشعار اللي طلع هو الشعار مش طالع من الإخوة، في ناس حبت تتضامن وتوحد يعني الناس، ماشي. أصل اللي طلعوا الشعار دول ناس ليهم أغراض أخرى. ما إحنا خدنا إحنا الشعار ومشينا بيه ووحدنا الناس. عندي ردود على كل حاجة. الأهم إيه في الرغي ده كله؟ إن نبقى واحد، إيد واحدة. طيب اللي عمالين يطلعوا يقولوا الانتقالي هو اللي، هقول لحضراتكم إن لما الحراك الجنوبي سابقا، في السابق يعني، مش سابقا إن هو ما بقاش موجود، لا يعني في المرحلة اللي قبل كده، لما كان الحراك السلمي بيطلع ويقول وينادي، حضرموت أول ما بيلبي والباصات بتيجي وعلى حسابهم الشخصي، واللي ما عندوش بيطلع داعمين من هنا ومن هنا من المغتربين يطلعوا باصات بتلبي، ما حد يزايد على حضرموت، الكل مدين لحضرموت ورجال حضرموت، فما حدش يزايد عليهم. بالعكس، احنا واجبنا دلوقتي اللي نقف معاهم. طيب كنت أعلنت في من حلقتين سابقة عن قصة الطفلة البريطانية اللي أخذت بطريقة ما كده فيها لعب، يعني ضحكوا على طفولتها وهي 6 سنين، واعتذرت لهم لأني ما قدرت أكمل اللي بعده يعني. فمشكورين زوج هذه السيدة، قال لي لا، الأولوية للهبة الحضرمية، أجلينا شوية بس خلي ناس كتير تواصلوا معايا، قالوا لي ما كنتيش ضيعتي الحلقة اللي فاتت في المنتخب، خلاص يعني كسبوا واحتفلنا وانتهينا، ما كانش ما لهمش أهمية يعني إن أنا أنزل. قلت له كان في ناس عندها نار، أمنوني أمانة، واتخذت الحلقة في الموضوع التافه بتاع الناس التافهة، مش بتكلم على المنتخب، على الشباب لا، بس بتكلم على المرتزقة. طيب بما اننا بنتكلم على فعاليه السبت اللي هتحصل بامر الله، خليني برضو اتكلم على الحمله الالكترونيه اللي نشطاء دشنوها على تويتر، وكانت تحت وسم المكلة تجمعنا لدعم الهبه، وده كان يعني عمليه استعداد للفعاليه الكبرى في المكلة، والفعاليه فقط لدعم الهبه الحضرميه وتأييدها. الرسائل هذه الحملة إنهم يتكلموا على اكتشاف الفساد اللي حصل، طبعا نقاط كثيرة بس أنا بختصر لكم أهم ما فيها، إنه الهبة الحضرمية كشفت للكثير من حجم الفساد، إحنا عارفين بس ما كناش متخيلين إنه لهذه الدرجة. الهبة مستمرة ولن تتوقف حتى تنال حضرموت كامل حقوقها. أبناء حضرموت لن يقبلوا بالضيم. الشركات النفطية العاملة في حضرموت تدفع ملايين الدولارات لقيادات شمالية، عايزين نغير حتة شمالية دي عشان طلعت مش صح، قيادات في اليمن أو في العربية اليمنية يعني، في المحافظة تحت اسم الحماية العسكرية بن قوسين. قوات المنطقة العسكرية الأولى بتشارك في عمليات تهريب الديزل وابتزاز الشركات النفطية العاملة في المحافظة، والمفروض أن القوات دي وجدت لحماية حقول النفط والغاز. يتسنى لعلي محسن وحميد الأحمر وبقية القيادات والمسؤولين في الشرعية الإخوانية سرقة ثروات وأموال حضرموت. والمطلوب ترحل قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت،
وتحل مكانها النخبة الحضرمية. ده أبرز ما جاء. خلونا نشوف دلوقتي الفيديو اللي وصلني مخصوص للبرنامج، وكل الشكر والتقدير للإخوة اللي سجلوا للوجه الأخير. احنا هنا معاكم محسن سعيد محروس العبيدي في منطقة الردود، بنقطة الردود بتاريخ 23/12/2021 بيوم الخميس. نحن هنا أبناء حضرموت صامدون صمود الجبال الشامخة، ولن نتزعزع ولن نتحرك من هذا الموقع حتى تتحقق جميع مطالب أبناء حضرموت، ويتوقف النهب والسلب من ثروات حضرموت التي تمون دولة اليمن 70% من الثروة، وهذه الثروة ها هنا على هذه الجبال الشامخة في منطقتنا، منطقة الردود وغيل بن يومين وساه وفي جميع المناطق الحضرمية ثروة باهظة ونفط وغاز وبترول ومناجم ذهب. لن نترك هذا المكان حتى نوقف السلب والنهب من أرضنا، ونطلب بحقوقنا من الدولة ومن جميع الدول أن توقف معنا وتساندنا في انتزاع حقوقنا من العصابات الفاسدة والشلات التي تنهب حقوقنا. أعرف عن نفسي سالم عمر بن شيبة الجعيري، مسؤول الأمني من قاطع جب وادي العين. احنا موجودين هنا من بداية الهبة وراسخين رسوخ الجبال هنا، والشباب معنوياتهم عالية جدا. ولن نتزحزح ولن نحيد من هذا الموقع إلا بتحقيق مطالب أبناء حضرموت. في إشاعات طلعت، الإشاعات معروفة، إشاعات مغرضة، والإشاعات طلعت تقريبا على خلفية زيارة بندغر للحكام بالثابت. فيه بعض الشباب عملوا منشورات على سيشن فيه بعض القواطر حصل انها خرجت من الموقع، وهذا كلام لا اساس له من الصحة ولا يمكن ان تخرج اي قاطرة توقفت هنا لو تسطب الارض السماء فوق الارض. ما في اي تنازل عن المطالب. مطالبنا لن نتحرك من هنا ابدا الا بتحقيق الا بتنفيذ جميع مطالب ابناء حضرموت. نحن هنا في نقطة منطقة الردود بمديرية تريم، ها هي النقطة تباشر مهامها وهي راسخة رسوخ الجبال، ولن تتزحزح حتى تحقق كافة المطالب التي اتفق عليها في مؤتمر حرو. ونأكد لكم جميعا بأن جميع النقاط المنتشرة في ساحل حضرموت ووادي حضرموت كلها ثابتة، ثابتة مع أهل حضرموت ومع شعب حضرموت. ويقول الله تعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. سيأتي الفلاح وسيأتي التمكين وسيأتي النصر بتكاتفنا وتماسكنا، حتى وكنا يدا واحدة سيأتي النصر والتمكين، كما قال إذا الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا. فبالأخوة وبالقوة وبالتسامح ستتحقق مطالب حضرموت بإذن الله تعالى، والله أكبر حتى تحقيق النصر. ده اللي حضرتكم. طبعا في فيديوهات كتيرة على السوشيال ميديا، هستعرض بعضها خلال مسار الحلقة، لكن خلوني أشوف تغريدة علي ناصر العولقي اللي بيقول: الحضارم مهما اختلفوا سياسيا إلا أنهم يجتمعون دائما على مصلحة حضرموت، هذا ما يميزهم عن غيرهم، المكلة تجمعنا لدعم الهبة. ده تسجيل صوتي كان موجود على السوشيال ميديا مع عدة تسجيلات أكيد طبعا وصلت للأغلبية من حضراتكم، وهي بتتكلم على حجم الفساد بس أنا انتقدت لكم ده عشان أكد على المعلومة اللي قلتها من شوية. اللي يجي يقولك الانتقالي هو اللي بيدعم ده أو مش عارفة مين اللي طلع، اسمع من هنا طلع من هنا، احنا مع الهبة بمختلف توجهاتنا. جنوب اليوم متسع للجميع، أرجوزات اليمن الاتحادي دول هيجوا، وافتكروا كلامي، أول ناس هتنط من المركب. طيب شوفوا أو اسمعوا المقطع الصوتي وتعالوا.
كيف يجيك واحد يقول لك والله يا اخي وهذا الهبة غلط، هذا تبع الانتقالي تبع مدري من، تكون مهما تكون تبع، نحن معاها معاها لانها تخدم مصلحة حضرموت، حضرموت فوق كل شيء تمام. اذا نحن بنظل في هذا الوضع، الدبة ب 25000 تمام، وفي مارب 3500 تمام. نحن ساكتين لان نحن جبنا زي ما قال احد الشيوخ، نحن ليس جبنا بس طيبتنا وصلت لنا هذا الحد. دول يقول لك الهبة تبع الانتقالي عشان واخدين موقف، ودول يقول لك دي تبع الاخوان والشعار الاصفر ده كانوا بتوع ربع رافعينه، وحتى بعد كده رفعوا الشعار الاحمر وجايبيني مش عارفة ايه. انا التزمت بالشعار الاصفر الاولاني ما فيهوش اي حاجة، في النص الهبة الحضرمية التانية وحواليه رسومات بقى لبراميل رمزا للبترول يعني، وقاطرات للتهريب اللي بيحصل، واسماك للاسماك اللي مش لاقيينها اهلها وبتطلع سواء بره حضرموت محافظات اخرى او حتى بره في دول اخرى، واهلها اهل الارض مش لاقيين، فما فيهوش اي غضاضه الشعار. فانا التزمت بيه وبعد كده صعدوه للاحمر، فانا التزمت بيه. غبت يوم واحد لقيت تويتر منقسم، فقلت لهم تعالوا مين اللي قال لكم ده بتاع رابعة؟ هي رابعة لما طلعت الشعار الأصفر كان يعني إيه؟ اللي هو كارت الإنذار بتاع المباريات، كارت أصفر إنذار، بعديه كارت أحمر طرد. أصل الشعار ده وراه ناس ليها مقارب أخرى اللي بيقولوا دولة حضرموت، ماشي، ما إحنا ماشيين بالشعار في اتجاه هبة حضرموت مش حاجة تانية. وقت ما نلاقي انه شعار بقى بيقول حاجة عن مشروع احنا ملناش فيه مش هنطلعه، بسيط بنغير البروفايل بمنتهى السهولة يعني. انما ننقسم دلوقتي مش هننولها لهم، احنا هنعمل لهم رعب باصطفافنا جنب بعض بمختلف توجهاتنا، ده الرعب بالنسبة لهم. طيب النكتة، تعالوا والنبي اتحاكوا، أنا كل ما أطلع في أي حاجة دلوقتي يخشوا يكتبوا لي النكتة الأشد إنكاتا على كلامي، فأنا بشكركم جدا لأنكم بتروجوا لمصطلحاتي. فالنكتة الأشد إنكاتا، أول لما طلعت الهبة في الأسبوع الأولاني قناة بلقيس، إنتوا إزاي بيمسكوا قطرات اللي فيها دقيق وأغذية ولازم تعمل كده ها؟ ده ما ملوش ترجمة، هو كده بس. طيب اطلع بالصورة يا عبودي، الصورة دي حضراتكم دققوا فيها كده استمعنوا شوية، العنوان اللي تحت وادي حضرموت والغرفة التجارية نقطتين فوق بعض، بتقول مسلحون في نقطة عصم يواصلون منع شاحنات الدقيق من دخول سيئون. والنبي بص كده وبحلق يا مشاهد وبحلق يا مشاهدة، أنا عاملة لكم خط أصلاً هاي تحت، هي الصورة بخطها العربية مكتوبة عليها خطر ممنوع الاقتراب تحمل دقيق متفجر. فعجبني قوي، واحد بعت لي على رقم البرنامج اللي ظاهر دلوقتي اهو اهو تحت، الحقوا اكتبوه وابعتوا لي. قناه بلقيس لهم اسبوع ساكتين ما يعرفوا ويش يجيبوا من عذر، وجابوا هذا يقولون مسلحون يواصلون منع شاحنات الدقيق من دخول سيئون، قبحكم الله انتم والكذب حقكم، القاطرات مكتوب عليها خطر ممنوع الاقتراب، يمكن الدقيق إذا حد اقترب منه يرجع خبز، لهذا جابوا الخبر. الناس والله اللي بقت تتكلم يعني مش محتاجين، أنا هقعد أحط رجل على رجل، وأنا فعليا حاطة رجل على رجل يعني، حتى أدائي في البرنامج كان الأول يعني، لا أنا قاعدة فعلا بقى في ناس هي اللي بتتكلم يعني، أنا بستعرض أكتر من أني أنا كنت الأول بقود مشهد، دلوقتي أنا قاعدة مرتاحة ومبسوطة باللي موجودين في الساحة، سواء على مستوى الناشطين، على مستوى الإعلاميين، على مستوى عسكريين، أمنيين، كل الحاجات دي. طيب نشوف بقى
لما ما قدروش إعلاميا يعملوا ضغط، هيضغطوا إزاي؟ هيعيطوا إزاي؟ هيعملوا زي موضوع سرقوا الشجرة والإمارات شارة والإمارات شفطل معرفش إيه والإمارات طلعة إيه والتحالف عمل والتحالف سوى وهم كنت طلع لكم النهاردة والله دبين الشاليمو في البترول، أصل هم ما بيرضعوش غير بترول جوه الأرض، ويا ريتهم عاملين أنابيب، لا هم يعني يعملوا كده ويحطوا في القاطرات دي. ده اللي خلى محمد بن قرنح الكندي يقول: أفادت مصادر من لجنة تنفيذ مخرجات حرو بأنه تم عرض مبالغ مالية طائلة وامتيازات هائلة لعدد من أفراد اللجنة للعدول عن تنفيذ مخرجات اللقاء وحرف مسار الهبة الحضرمية الثانية، لكن الأعضاء رفضوا هذه المبالغ وردوا عليهم بكلمة واحدة فقط: يا عز يا عزاء. طبعا الهاشتاج ده حضراتكم هتبقوا شايفينه طول الحلقة، أنا مش هكتب عناوين للفقرات، يا عز يا عزاء. والمكلة تجمعنا لدعم الهبة. في تغريدة تانية كتبها محمد بن حداد بمناسبة الشاليمو، بس يعني هقولها لكم بعد شوية، خلونا نشوف هذا الفيديو. وده كان رد على وزير الداخلية اللي تقريبا صرح وقال النقاط الشعبية دي غير قانونية، أو في لقاء ما بين وزير الداخلية وأحد شيوخ حضرموت. خلينا نشوف هذا الشيخ الكريم ايش قال، شيخ محمد مبارك الجعيدي. في اجتماع حصل من وزير الداخليه اللي هو لواء ابراهيم حيدان، وكان في معرض رده ان طويل العمر النقطه هذه غير قانونيه، جميع النقاط حق الهبه الشعبيه غير قانونيه، وهذه رده الدوله. نحن نقول له النقطه هذه شعبيه قانونية مرة، حضرموت ثرواتها لها، ما في حد ثروات تطلع برا حضرموت، نموت ونحيا عند بلدنا، نموت ونحيا عند بلدنا، يكفي من نهب أموال ويكفي من المتنفذين. ورد في معرض حديثه معالي الوزير قال أن لكم من رئيس الجمهورية هو 4000 جندي سجلونهم الآن، ما لكم غير هذا الشيء. وبالنسبة يا طويل العمر لهذه النقاط أنها ليست قانونية، فنحن ردينا عليه وسنرد وبقوة وبكل ما أوتينا من قوة، ونقول له يا طويل العمر يا معالي الوزير أنت ما تفرض علينا ولا يفرض رئيس الجمهورية، إحنا شعب مظلوم، لا رئيس الجمهورية ولا الوزراء ولا الحكومة، حكومة المنفى في الخارج، احنا مواطنين اهل حضرموت ما يامرون علينا. وانت اذا كان شيء عندك يا طويل العمر كلام وفرها لنفسك، احنا ما حضرنا ولا نحضر، لا يمكن احنا نحضر او نقابل. اذا تبغى تقابلنا تعال انت للبرميل عندنا هنا اذا تبغى تفاوض. انا عايزاكم تتفرجوا على ادب الطرح، شوفوا أدب الطرح، لا في صوت عالي ولا في لغة جسدية تخرج عن نطاق الأدب، بالرغم أنه من حقه مثلا يكون معصب وبيتكلم لأنه صاحب موقف، لا في هدوء، هدوء الواثق، وفي أدب، أدب أولاد الأصول. يعني كلام مستفز جاي دلوقتي يتكلم غير قانونية، لا هي القاتلات، سيبولي أنا بقى الصوت العالي والشرشحة سيبوها لي وخليكم، أنا عايزة أتفرج عليكم وأنتم كده، وسيبولي أنا الحاجات اللي مش عارفين توصلوها للناس حتى لو كانت ضد طبيعتي ما عنديش مشكلة. يعني هي القاتلات اللي بتطلع دي هي القانونية يا سعادة وزير الداخلية؟ يعني هو الجوع اللي فيه الناس ده هو اللي قانوني حضرتك؟ بس أنا كده بريد. ملخص الفيديو ده قاله الراجل بكلمتين بس بأدب، يعني أنا لما أحب أقول أقول اللي عايزني يجيني يجيني، أنا ما بروحش لحد، اللي عايزهم يروح لهم هناك، استدعوهم عشان يتكلموا معهم، لا روحوا لهم على أرضهم هناك رجال. طيب
محمد بن عبد الرحمن بن قبيلة. شوفوا الفيديوهات اللي بعتها لي محمد، هو بعت لي الرابط وده كان نشره على حسابه في فيسبوك. واللي نطلبه يداركون الوضع وليس هذا التصعيد البرميل فقط، وإنما المراحل القادمة أكبر وأكبر وأكبر، وإحنا عنا مراحل تعاهدوا هذولا واللي في المكان الثاني واللي في النقطة الثالثة، مراحل عنا مرحلتين. أما من مرابينا هذه ومن متارسنا نصر لحضرموت ونصر كبير وحل مشكلة يدريا، أو أسترن مرابينا ومتارسنا قبور وإذا قد رحنا يفعلوا ما يشاءون. كتب في حسابه ملخص الفيديو اللي حضراتكم شفتوه إنه بنطلب من السلطات تدارك الوضع قبل فوات الأوان، لدينا مراحل تصعيدية كبيرة للهبة وليست مرحلة نصب برميل فقط، والله لن تتحرك قاطرة حتى يعطونا ما يرضي الشعب الحضرامي. والجزء الثاني اللي قالوا إما نصر تحققه أو نحققه لحضرموت من مدارسنا هذه، أو استر علينا مرابينا تكون قبور لنا، اللي هي يا عز يا عزاء باختصار يعني. شوفوا الفيديو ده اللي هنختم بيه عشان تعرفوا إن الناس دي كذابة، واللي بيطلع بيقول إن الأمور دي مش قانونية. شوفوا الفيديو كده، وأنا ركبت لكم الصوت مقطع صوتي على فيديو بيتم تداوله على السوشيال ميديا، وازاي ان العربية دي للأدوية. يا هبة يا حضرمية يا مفترية، تفتحي العربية بتاعت الدواء شوفوا الدواء طلع ايه. يلا يا شباب المكلح، شوفوا قدامكم الان صوت وصورة فيديو كشف فساد يخرج من داخل مين المكلح بحجة أدوية، والنهاية داخل الحاوية إطارات وعادها بدون جمركة. وكشفوها الشباب اللي في البرد، كشفوها المقادم اللي في البرد، خلاص كده بيت للشياطين. يلا تحركوا، ماشي في كلام طول واضح قدام. اقتلعوا كل فاسد من هذا الوكر، هذا وكر من أوكار الفساد، هذا وكر من أوكار الفساد، اقتلعوه. من حقكم كمواطنين جزعوها باطل علينا المسؤولين، هذول اللي في المينا واللي في غير المينا واللي في السلطة في محافظة سنين، الله جزعوها باطل علينا. أجمل حاجة الأنبوب لما يتحط في البسبوس ويبقى فيه ينسون. يعني الفيديو اللي حضراتكم شفتوه ده، الكلام اللي تعليق عليه اللي وصلني برضو على رقم البرنامج بيقول لك، غير طبعا إنهم قالوا أدوية ومش أدوية وطلعت كفرات، قال لك السائق لا يحمل بيان جمركي للحاوية أصلا، وما يحمله هو إذن خروج حاوية من ميناء المكلا فقط، والمستندات موجودة مع المختصين في النقطة الشعبية. ثانية واحدة، في منطقة الردود. اطلع فاصل وتعال لي عشان نكمل الهبة الحضرمية. اهلا بك. اهم حاجة يا نشأة الانبوب باين في البسبوز، اهم حاجة عندي. طيب خلينا نشوف بقى حتة كده صغنونة، يعني حاجة كده بيرصدوها النشطاء اللي موجودين. التميمي قال القاط غير موجود، هذه المجالس تناقش موضوع الكرامة وليست لتضييع الوقت، وهاشتاج الهبة الحضرمية نقطة بنسلط عليها الضوء. يعني شوفوا هذا الرجل وهو بيحاول يوصل الرسالة عن الهبة الحضرمية باللغة الإنجليزية، ودي موجودة على السوشيال ميديا. وتعالوا We are guys from الحيسن. We are stand up. Why stand up? Because we are very hungry. There is no food. But in our governorate, there is fuel, there is fish, there is gold. Yes. They take it out from here. And we are hungry, very hungry. Yes. We are from the bottom, we are patient, very patient. And now we stand up. We want to die or live as they live in the world. Stop here. شبابنا بقى اللي كانوا في وقت من الأوقات، يعني مثلاً محمد سعيد بحداد من كتيبة الإعلام الجنوبي في الوقت اللي ما كانش فيه إعلام جنوبي أصلاً، وكانوا بيعرضوا نفسهم للخطر وقت النظام صالح.
المهندس محمد سعيد بحداد كتب حاجة جميلة جدا، يمكن ده اللي خلتني أقعد أجيب الشاليمو. يعني بيقول لك 15 سنة خدمة في سنة 15 سنة ولم يبنى أنبوب لنقل نفط الخشعة إلى موقع التجميع في المسيرة، وذلك لتعاقد شركة الحثيلي المتنفذة التابعة للمتنفذ الشمالي اليمني حسين الحثيلي شريك علي محسن الأحمر، والتي تربح ملايين الدولارات من جراء عدم وجود الأنبوب بواسطة قاطراتها، وبهذا تخسر الدولة مئات الملايين لصالح المتنفذين. على فكرة ده كان بيتم حتى في التلفزيون، إبان عملي في قناة اليمن. قلت لكم قبل كده منتاليتي هي عقلية لن تتغير إلا بالشغل عليها. بنتمنى لهم طبعا إنهم الله يرزقهم باللي ياخد بإيديهم كده ويغير العقلية اللي تم العبث بيها، فأصبحت عقلية ذات وجوه متعددة، عقلية متلونة، وفكرة إن هو ده العادي. أيام التلفزيون قناة اليمن كانوا يحطوا في الميزانية استئجار مايكات أو إضاءات أو كده، لأن أحد المشاركين مثلا أو الموجودين مدير كذا مصور كذا عنده أجهزة فيتم الاستئجار عشان ينفعوه، وده بيبقى عبء أو بتبقى مصاريف زيادة يعني على هذه المؤسسة أو على القناة أو whatever يعني. فهي عقلية يعني، المعلومة دي لا نستبعدها إطلاقا. طيب بما إننا برضو بنتكلم على نشطائنا وعلى رجالة الإعلام على السوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا، أوريكم بس خفة الدم بقى كده لما بتطلع. وضح بن عطية بيقول عمركم شفتوا أصحاب إب كمال البعداني مثلا، مختار الرحبي، محمد المهدي يناقشون وضع محافظة إب مسقط رأسهم، أو تحدثوا من هو محافظ إب، أو استنكروا الجرائم التي يرتكبها الحوثي في إب، أو دعوا إلى مؤتمر لوضع خطط لتحرير محافظتهم؟ من هم المرتزقة الأندال؟ جاوبي يا شاطر، جاوبي يا شاطر. الجواب هنا ليوضح بن عطية وهو بيرد على سؤاله ذات نفسيته، بيقول هم من يتركون مناطقهم وكل همهم مناطق غيرهم. عيب يا ليلى ربيع. النكتة الأشد إنكاتا، النكتة الأشد إنكاتا، إنه عجبتني التغريدة جدا يا وضاح والله. طب خدوا اللي بعدها. هاني السعد اليافعي حط صورة الرئيس عيدروس وهو في لقائه مع سفير روسيا وبيودعه بعد انتهاء فترة عمله، فبيقول ده إنساني. إذا تعرفوا حد من كهنة الإخوانج يعاني من هبوط حاد بعد إقالة بن عدي، ارسلوا له صورة سيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي وهو يودع سفير دولة عظمى اللي هي روسيا الاتحادية يعني، وبمناسبة انتهاء فترة عمله. بعدكم بعدكم لما نقرح كبودكم. والنبي عجبتني يا هاني عجبتني قوي. ايه الموضوع بتاع بن عدي والنبي يا اخويا؟ ما عارفه، كنت قاعده في امان الله وبجهز نفسي عشان اطلع اقول البقين بتوعي، واخد بالك؟ ما انتوا عارفين، ما انا قلت لكم انا بكالوريوس تجاره ماليش دعوه بالاعلام اصلا، انا داخله استرزق يعني. ولقيت حاجات على السوشيال ميديا، الحق بن عدي ماله؟ قالوا في احتمالات يشيلوه. قلت وذنبها ايه الدرهنات يتموها؟ مين هيقص الشريط؟ مين هيلف اللفافه؟ مين هيلعب العيال؟ هيرقصوا القرد ازاي؟ الحاوي مش موجود. طيب ايه الموضوع؟ ايه البتاع؟ خلينا نشوف. طب اقول لكم قبل موضوع بن عديو، بما اننا عجبتنا بتاعت هاني السعدي بتاعت بعدكم بعدكم لما نقرح كبودكم، بجمله التقريح الكبود شوفوا كده انفوجراف لساوث 24 بيتكلم على الخارجيه الامريكيه. مالها الخارجيه الامريكيه؟ اسكت. مش بتشيد؟ بتشيد بايه؟ بالقوات الجنوبيه في مكافحه الارهاب. يا عيني يا ابني،
طب دي هيزنقوا فيها كلمة الجيش الوطني ازاي؟ مش هيعرفوا يقولوا جيش وطني كده؟ يعني يا ابني في موتيليوم بتاع قرح المعدة ولا بتاع غممان النفس؟ مفيش؟ طه بيقول لك تقرير قطري، محدش يرى قطر يا، تقرير قطري عن قطر يعني ده سنوي صادر عن الوزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب في عام 2020 أكد على دور قوات الحزام الأمني في مواصلة لعب دور مهم في مكافحة الإرهاب والسيطرة على أجزاء كبيرة من عدن وأبين وشبوة، وإن الفراغ الأمني بيوفر للقاعدة وداعش مجال للعمل. وأيضا انتقادات لحكومة اليمنية في التقرير ده لأنها لم تتمكن من إنفاذ تدابير مكافحة الإرهاب لتدهور قدرتها. يا عيني يا عيني يا حكومة، النبي المفاصل عندهم بعافية شوية، ربنا يفك أسرهم إن شاء الله. فقدان السيطرة على كنت هقول فقدان الشهية بس هم ما عندهمش فقدان الشهية لسه هيجيلهم. فقدان السيطرة على أراضيها قاد لتوترات في الجنوب وتقدم الحوثيين، ولم تستطع تنفيذ التوصيات بشأن مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال رغم جهود البنك المركزي في عدن. وإنه بعد ما قلنا الفراغ الأمني ده وفر للقاعدة وداعش مجال، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري واصل استغلال الصراع لتوسيع نفوذ إيران في اليمن، وإن الحوثيين يشكلون أكبر تهديد للسعودية. والكلام هنا ساوث 24 يمكن اتناقشت مع إياد قاسم الأخ العزيز فقلت له المصطلحات يعني ليه بتقول جنوب اليمن، قال لي عايزة أكون يعني أشتغل بمهنية على أساس أنه لا يتم زنقه في خانة يعني، فبيتكلم بمهنية. اللي عايزة أقوله أنه هو مش بيطبل لحد يعني، يعني ساوث 24 ما بتطبلش لحد. طب اتجاههم إيه؟ ما طبعا مع استقلال الجنوب يعني، بس بيقولوا الحقيقة كما هي وبيعرفوا إزاي يتكلموا مع المجتمع الخارجي. أزود بتاعت كبودكم بتاعت هاني السعدي، بعدكم بعدكم لما أقرح كبودكم. طيب ولا عبد الرحمن السوسة معد بتاعي جاب حاجة كده معرفش جابها منين وقال لك دي للإندبندنت عربية، قلت له احنا ناقصين أنا عندي الهبة الحضرمية مش فاضية، قال استني بس ما أنا لازق خبرين ببعض، جاب لي دي وجاب لي صورة اسمه إيه معين عبد الملك، قلت له مش وقته خالص، قال لي لا استني بس أصلي إندبندنت طلعت خبر بيقول تعديل حكومي مرتقب في اليمن يطال مناصب عسكرية واقتصادية. طيب وبعدين؟ قال لك احتمال يكون من ضمنها وزير الدفاع والداخلية، ده إندبندنت مش عارفين الكلام ده صح. أم الخبر التاني اللي جابه من حساب رئاسة مجلس الوزراء ذات نفسيته بيقول لك إن الدكتور معين عبد الملك بيتوجه للرياض عشان يعني رحلة قصيرة كده للتباحث. ماشي يمكن في ربط ما بين الاثنين الله هو أعلم، ما هو رئيس مجلس الوزراء بقى ملناش دعوة. خشوا بقى على أنور التميمي اللي عجبتني كام تغريدة ليه بس يعني مش هطلعهم كلهم، خلينا ناخد دي هم جايبين صورة المقموص ده. يا عيني النبي زعلانة ليه يا أختي؟ النبي بصوا زعلان محدش يزعله، ده حبيب الأطفال ده اللي جاب لهم ده رهين. أنور بيقول النواقص من عهدة المخلوع بن عدي عند الاستلام والتسليم، خد عندك واحد ثلاث مديريات بترابها وناسها وثرواتها راحت عند هناك الحوثي، اثنين سبعة ألوية من النخبة الشبوانية، ثلاثة آلاف من الكوادر المدنية والعسكرية الشبوانية الذين فروا إلى حضرموت وعدن، أربعة 180 مليون دولار قيمة نفط خام، خمسة 90 مليون دولار كلفة إنشاء ميناء. فاكرين المينا بتاعت قنا دي اللي كانت فاضيه اللي كان فيها وكان في زياره ناس اتراك بقى وفي ناس ما تعرف جايين منين من بلدان افريقيه ايه وشغلانه وجنسيات اخرى عربيه موجوده بتخش عن طريق صالح ابو عوزل في الموقع تبعه اليوم الثامن كتب تقرير بعنوان هادي يفكك سلطة الإخوان في شبوة والقبائل تطالب بمحاكمة بن عديو. يعني المدخل بتاع هذا التقرير بيتكلم إن عبد ربه وافق على عزل بن عديو
وده بعد شهرين من انتفاضة قبلية حصلت ما تمش الاستجابة ليها ساعتها يعني، وطالبوا وقتها بمحاكمته وعزله لأنه ارتكب خيانة عظمى بتسليم جزء من شبوة الغنية بالنفط للحوثيين. قالوا لي الحلقة خلصت واختمي، قلت والله ما أنا طالعة قبل ما أقول لكم بسرعة الحلقة الجاية، بس هقول لكم العنوان والحلقة الجاية أستعرضها إن شاء الله في صرخة استغاثة عشان مقابر القطيع، واللي المجاري دلوقتي دخلت على المقابر. صاحب الاستغاثة كان كلمني وبعت لي صور، لكن فعليا المجاري دخلت على المقابر، معايا فيديوهات وصور. الحلقة الجاية هأستعرضها لحضراتكم. أيضا معايا صرخة أخرى بتتكلم على لحج مسيمير والملاح، شكاوى من أضرار مادة الفحم الحجري المستخدمة في أنشطة شركة الأسمنت الوطنية، والحاجات دي المفروض ما تكونش في مناطق سكنية، والصور قدام حضراتكم هنحاول إن احنا نتناولها بالتفاصيل قريب إن شاء الله. وفي رسالة وصلتني على رقم البرنامج الظاهر قدام حضراتكم دلوقتي، بيقول لي ذكرت الخمسة المحتفلين لكن نسيت المواطن الشمالي المسكين، يمكن انت اعتبرت الشماليين كلهم حوثة. لا، هناك شماليين منتظرين الفرج ان شاء الله، هناك بالشمال منهم فرح ومن شان ينسوا الآلام والظلم اللي بيعانوه من الحوثة، ومن أناس اللي تظنهم حوثة وهم ليسوا سوى مواطنين منتظرين الفرج بأمل كبير. أنا بعتذر لك طبعا، ما كانش ده شيء ابدا، بقول لك انا اسفه، حقك عليا، ما كانش شيء مقصود، لكن بقول لك انت سقطت سهوا، والعالم مش هيشوفك طول ما انت ما بتطلعش تعبر وتقول وتسمع صوتك. اللي يخليك تسقط سهوا في برنامجي ان انت مش موجود، اطلع وقول، انتفضوا، واذا مش قادرين ساعدوا الجنوبيين لان هم اللي هيساعدوكم بعد كده، ما تمشوش ورا كلام الاعلام. وصلت لنهاية هذه الحلقة، وخير ختام مع الفيديوهات اللي وصلتني في حملة أنا جنوبي عربي ولست يمنية. النهاردة هعيد فيديو عرضته الأسبوع اللي فات، بس عشان عايزة أقول لحضراتكم وهبدأ بيه، هذه السيدة اللي لابسة أسود أم الشهيدة لينا، شهيدة في 94، هذه السيدة اللي من عدن لايف لصوت الجنوب لمصر البلد للغد المشرق، هي مع الجنوب واستعادة دولته لجل روح بنتها اللي فقدتها. تفضلوا شوفوا الفيديو. أنا جنوبية، أنا جنوبية وليس يمنية، أنا جنوبية ماشي، أنا يمنية. أنا جنوبية ولست يمنية. أنا لست يمنيا، أنا جنوبي عربي فقط. أنا جنوبي عربي وليس يمني. أنا جنوبية عربية وليس من اليمن. أنا جنوبي عربي، أنا لست يمني. أنا جنوبي عربي ولست يمني. أنا جنوبي عربي ولست يمني. أنا جنوبي، أنا جنوبي، أنا جنوبي. أجمل حاجة الصغير اللي في الآخر ده، جنوب جنوب جنوب. مستمرين في هذه الحملة، بعتولي فيديوهاتكم على رقم البرنامج اللي ظهر قدامكم الآن، واللي عايز يزود عليها أنا جنوبي عربي ولست يمنيا ومع الهبة الحضرمية يا أهلا وسهلا، في انتظاركم. وفي الختام دائما قبل السلام بقول لكم إيه، أيوة هبة الحضرمية، سيروا للأمام.